بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رسالة إيمانية قصيرة سأتحدث عن مدرسة الصالحين وأنس المحبين وروضة المشتاقين عن قيام الليل. فبعض الناس يبيت بجسده على الفرش، وعباد الرحمن يبيتون بقلوبهم تحت العرش. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقد وصفهم المولى تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال العلماء: لأنهم أخفوا أعمالهم عن أعين العباد، فأخفى الله تبارك وتعالى أجرهم أيضا، وجعل قيام الليل شرف المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم بأن شرف المؤمن في قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، ولذا فرضه الله جل وعلا على حبيبه فقال: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن الملائكة لتتراءى ببيت فيه قائم بالليل كما يتراءى أهل الأرض على الكواكب الدرية الغابرة في الأفق. إذن علينا أن ننال هذا الشرف العظيم، لا سيما في أيام رمضان، في أيام الصلاة والصيام والقيام، في أيام الطاعات والنفحات والبركات والخيرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله إذا كان يصلي من الليل. وقال أيضا: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة في سلام. وأوصي نفسي وحضراتكم بأنه في صلاتنا ندعو الله تعالى أن يحفظ مصر وبلاد العالمين من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ جندنا الذين يقفون على حدودنا يدافعون عن الأرض والعرض ويسهرون الليل لأجلنا ونحن نقوم الليل، وندعو الله تعالى لهم أن يحفظهم وأن يرحم شهداءنا. اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء ونجنا وبلادنا من البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.